أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من الفيديوهات شرح مادة اللغة الفرنسية. في الفيديو ده هنعرض مع بعض قاعدة اسمها صيغة الأمر، ولكن قبل ما نبدأ في الشغل بتاعنا لازم أحل الواجب اللي كنت عطيته لكم في الفيديو أو الحصة اللي فاتت. هقول الحلول على طول. السؤال الأول بقول La natation c'est notre sport préféré، يعني السباحة دي هي رياضتي المفضلة. اوعى تغلط وتقول لي السباحة مؤنث يبقى اختار ما، لا انا بتكلم على كلمة رياضة، مو رياضة مذكر فهختار معاها مو سبور بريفيري. السؤال الثاني tu aimes notre entraîneur، يعني انت بتحب، عايز اقول لك انت بتحب المدرب بتاعك فهتختار كلمة ton، ton entraîneur. رقم 3 monsieur vous oubliez notre cahier، يعني يا استاذ يا سيدي حضرتك نسيت، عايز اقول الكراريس بتاعتك، الكراريس هنا جمع فهختار معاها كلمة فو الاخيرة التالتة. السؤال الرابع نو برينو نقط باسكت، نحن نأخذ الباسكت بتاعنا، المقصود بالباسكت هنا الحذاء الرياضي بتاعنا، طبعا الباسكت جمع فهنختار معاها نو الاختيار التالت. سؤال خامس اوبي سي نقط انترينيز، يعني ايه اوبي سي؟ أطيعوا مدربتكم. هنا أنا بكلم ناس جمع فأختار معاها كلمة votre، أطيعوا المدربة بتاعتكم. السؤال السادس جولي prend notre clé، يعني جولي بتاخد المفاتيح بتاعتها فهنختار ايه؟ هنختار سي كلي الإجابة التانية. السؤال السابع منى رونج notre vêtement، منى بترتب الملابس بتاعتها هنختار سي الإجابة التالتة. nous attendons le professeur dans notre classe، احنا من منتظرين الأستاذ في الفصل المفروض بتاعنا اللي هو ايه؟ notre classe، notre الاختيار التاني. سؤال رقم 9 il passe notre vacances à Paris، يعني هم بيقضوا اجازاتهم في باريس، الاجازات جمع هختار معاها leur الجمع اللي هي السؤال التالت، يعني اللي هي الإجابة الثالثة. je pars en vacances، أنا هرحل في أجازة avec notre copain، مع رفقائي جمع اختار معاها كلمة mais الجمع. السؤال 11 les élèves respectent notre professeur، التلاميذ بيحترموا أستاذهم مفرد فاختار معاها كلمة leur المفرد اللي هي الإجابة الثانية. رقم 12 dans notre maison nous avons un grand jardin، يعني في، عايز اقول في منزلنا احنا عندنا حديقة كبيرة، منزلنا احنا يعني هنقول notre maison. السؤال ال 13 ils ne sont pas français، هم لا يكونوا فرنسيين، كلي ما هي جنسيتهم يعني leur nationalité، leur الإجابة الثانية. تعال بقى نتكلم في صيغة الأمر، سيب اللي فيك وركز معايا كويس. ايه فكرة الأمر؟ الامر زي بالعربي زي بالانجليزي، ان انا بتكلم مع واحد وبقول له افعل كذا او لا تفعل كذا، افعل او لا تفعل، او بقول مثلا بالانجليش do او do not، افعل او لا تفعل. تعال نتكلم في كيفية عمل صيغة الامر في الفرنسية. يتم استخراج صيغة الامر من ثلاث ضمائر، هما tu و nous و vous. يعني ايه؟ يعني الثلاث ضمائر دول هم اللي انا بستخدم معاهم صيغه الامر. تي يعني انت، ممكن امرك انت افعل الواجب شاهد الفيديو، وممكن امر نو يعني نحن، يعني ايه؟ ممكن اقول للناس اللي معايا لاصدقائي يلا نذاكر، دي صيغه امر بس غرضها النصيحه، او ممكن اقول لنذهب الى النادي، اهو ده اقتراح ولكنه امر. وممكن أأمر كمان فو أنتم، أقول لكم إيه؟ ذاكروا شاهدوا الفيديو. طب إزاي بقى أنا بستخرج صيغة الأمر؟ يتم تصريف الفعل اللي أنا عايز أعمل منه صيغة أمر مع الثلاث ضمائر، مع التي والنو والفو، وبعد ما أصرف الفعل أحذف هذه الضمائر فيتبقى أمامي الفعل فقط، وهو كده صيغة الأمر. ولكن خلي بالك لو كنت بتصرف فعل من المجموعة الأولى فهتلاقي لما تصرفه مع الضمير تي إنه آخره إس، أمال نعمل إيه؟ نحذف حرف الإس.
مع الأفعال التي تأتي من المجموعة الأولى وأفعال المجموعة الثالثة التي يتم تصريفها مثل المجموعة الأولى. فهمت؟ ناخد مثال من الفعل باسي. باسي يعني يمر، وده مجموعة أولى. طب أنا عايز بقى أستخدمه في صيغة الأمر. أول حاجة تعملها تصرفه مع الثلاث ضمائر، مع تو ونو والفو، فهتبقى تو باس، نو باسون، وفو باسي. وبعدين تحذف الضمائر، يتبقى لك إيه؟ باس وباسون وباسي. تمام؟ طب ده فعل من المجموعة الأولى، يعني بتحذف منه حرف الإس الذي يظهر من التصريف مع الضمير تو، فهيبقى باس باسون باسي. باس يعني مر، باسون لنا مر، باسي مروا. والأمر بالطريقة دي هو اسمه أمر مثبت بمعنى افعل. طب الأمر المنفي بتحط الفعل بين نو وبا، فتقول ne passe pas، لا تمر، ne passons pas، لا نمر، ne passez pas، لا تمر. ملحوظ، الفعل اللي يصرف مثل أفعال المجموعة الأولى، فمثلا أقول سامي va au club، يعني يا سامي اذهب إلى النادي. الفعل être يمكن أن يأتي بعده مصدر، فمثلا أقول va étudier dans ta chambre، يعني اذهب للمذاكرة في غرفتك. وفي أفعال كتير تصرف مثل المجموعة الأولى، مثل découvrir يعني يكتشف، couvrir يعني يغطي، ouvrir يعني يفتح، offrir يعني يقدم، souffrir يعني يعاني، و recouvrir يعني يعيد تخطيط. وهقول الأفعال بحرف الR: découvrir و couvrir، ouvrir و offrir، souffrir و recouvrir. أهلا بيكم، بنكمل مع بعض شرح صيغة الأمر، وده الجزء الثاني من التصوير في يوم تاني طبعا، فغيرت هدومي، فهنكمل مع بعض صيغة الأمر. ناخد بقى فعل من أفعال المجموعة الثالثة اللي يصرف مثل المجموعة الأولى، زي الفعل أوفغير أو أوفرير يعني يفتح، يتم تصريفه كالآتي: tu ouvres، nous ouvrons، vous ouvrez. تمام؟ بتحذف التو، تحذف النو، تحذف الفو، وكمان تحذف الإس اللي ظهرت مع أوفر المصرفة مع الضمير تو، ويتبقى لك الأفعال في صيغة الأمر: أوفر افتح، أوفرون لنفتح، أوفري افتحوا. طيب لو أمر منفي، يعني منفي باستخدام نوبا، هتبقى نوفر با لا تفتح، نوفرون با لا نفتح، نوفري با لا تفتحوا. الأفعال ذات الضميرين، الأفعال ذات الضميرين يعني إيه ذات ضميرين؟ يعني قدامها بيكون في ضميرين، الضمير الأول اللي هو جو وتي وإيل وإيل والضمائر اللي انتوا عارفينها، أما الضمير الثاني فهو إس أو أو إس أبوستروف. الإس أو أو الإس أبوستروف بتقول أنا كمان لازم أتصرف مع الفعل، هاجي مع جو وهبقى اسمي م، هاجي مع تي ويبقى اسمي ت، هاجي مع الإيل والإل ويبقى اسمي س، هاجي مع النو يبقى اسمي نو تاني، هاجي مع الفو يبقى اسمي فو تاني، هاجي مع الإيل والإل افيك اس يبقى اسمي س أو اس أبوستروف. إحنا في صيغة الأمر يخصنا مين من ده كله؟ يخصنا التو والنو والفو. طيب فعل زي سوديبيشي، سوديبيشي يعني يسرع، تعال نصرفه مع التو والنو والفو، يتم تصريفه كالآتي: تو تو ديبيش، nous nous dépêchons، vous vous dépêchez. احذف الضمير الاول اللي هو tu والنو والفو، واحذف حرف الاس الناتجه من التصريف مع مع الضمير tu، يتبقى لك الفعل في صيغه الامر. ولكن الضمير الثاني اللي هو الجديد اللي معانا اللي هو الاس او اللي تحولت اصبحت tu واصبحت نو واصبحت فو، الضمير الثاني ده ينتقل خلف الفعل، خلف الفعل. وايه كمان؟ ولاحظ ان ت تحول الى توا، فتقول دبش توا يعني اسرع، دبشون نو لنسرع، دبشي فو اسرعوا. طب في الامر المنفي احط الفعل بين نو وبا، اوكي، ولكن هذا الضمير اللي انت نقلته ورا الفعل رجعه تاني قبل الفعل، ورجع توا خليها ت، فتبقى نت دبش با لا تسرع، نو ديبيشون فا لا نسرع، نو فو ديبيشي با لا تسرعوا.
ناخد كده فعل من أفعال المجموعة التانية وهو فينير. فينير يعني ينهي، يتم تصريفه كالآتي: tu finis, nous finissons, vous finissez. احذف الضمائر tu و nous و vous. اوعى تحذف حرف الاس اللي ناتج من التصريف مع الضمير تو، لان ده فعل من افعال المجموعه الثانيه، ولا هو مجموعه اولى ولا هو مجموعه ثالثه، يصرف مثل المجموعه الاولى. تمام؟ فيصبح الامر المثبت هو فيني انهي، فينيسون لننهي، فينيسي انهو او خلصوا. طب والامر المنفي؟ نفيني با لا تنهي، ne finissons pas لا ننهي، ne finissez pas لا تنهوا أو ما تخلصوش. وبالنسبة لأفعال المجموعة الثالثة فهي كل فعل له تصريف خاص به، فهي مجموعة أفعال شاذة، كل تصريف أو كل فعل له تصريف خاص به. إحنا مش هنشغل نفسنا بأفعال كتير، ولكن هناخد نموذج وهو الفعل prendre. prendre أو prendre يعني يأخذ، يتم تصريفه مع tu و nous و vous. tu prends, nous prenons, vous prenez. احذف tu و nous و vous، اوعى تحذف الاس الناتجة من التصريف مع الضمير tu، لأن ده فعل مجموعة تالتة ولا يصرف مثل المجموعة الأولى. فيبقى بعد ما تحذف الضمائر هتبقى prends خذ، prenons لنأخذ، prenez خذوا. والأمر المنفي هو ne prend pas لا تأخذ، ne prenons pas لا نأخذ، ne prenez pas لا تأخذوا. وهناك بقى ثلاث أفعال شاذة آخرين. الثلاث أفعال الشاذة دول تصريفهم بيكون مختلف عن اللي انت تعرفه. الفعل être و avoir و savoir. علشان تصرف الفعل être في صيغة الأمر تصرفه كالآتي: tu sois, nous soyons, vous soyez. وتحذف الثلاث ضمائر فيصير صيغة الأمر sois كن، soyons لنكن، soyez كونوا. أما الفعل avoir يتم تصريفه كالآتي: tu ailles, nous ayons, vous ayez. ويتم التصريف، احذف الضمائر وتبقى أمامك الفعل في صيغة الأمر: أي يعني أملك، أيون يعني لنملك، أيي أملكه. أما الفعل الثالث فهو savoir. savoir يعني يعرف، ويتم تصريفه مع الثلاث ضمائر كالآتي: tu saches, nous sachons, vous sachez. احذف الثلاث ضمائر يتبقى لك saches يعني اعرف، sachons لنعرف، ساشي اعرفوا. بس وده كل اللي ممكن يتقال في صيغة الأمر. حل التدريبات في تعليقات أسفل الفيديو، وأنا هحل التدريبات تاني في الفيديو الجديد. تحياتي ليكم، أشوفكم في الفيديو اللي جاي، وأغفح.